صباح الخير، هذا ثاني يوم. وش هو دانا؟ دانا شعل الوردة لمين؟ مش هذه الوردة وردتي؟ وردتي أنا. طيب شايلتها عشان تعطيها المشرفة اللي في الباص، وشوفوا مين صاحي بعد. سيف انت ما عندك مدرسة، لازم تنام. لازم نشوف التلفزيون. اوكي يلا الحين بننزل نوصل دانا للباص. يلا يلا ماما. شوفوا دانا، والله رطوبة يا جماعة، ما أعرف الكاميرا كيف بتستمر صامدة ولا لا. ننتظر الباص، تقريبا باقي الباص 3 دقايق. قاعدين ننتظر الباص، وصلنا رطوبة. ايه الكاميرا لحظة. قررنا ننتظر الباص داخل البناية لأنه شوفوا كيف الرطوبة، والله نزلنا داخل. ايه احنا برا، بس شوفوا كيف والله ما يبين شيء، وحتى الكاميرا برا ما قدرت اصور. وحر حر، صح يصير حر؟ جاي ماي. ها؟ جاي ماي. ايوه هذا الماي، هذا الرطوبة اسمها ماما. اخيرا وصل الباص، تاخر اليوم يمكن 10 دقائق. نوصل دانا الباص، نتاكد ان امورها تمام ونرجع. ركبت الباص وخلصنا. وبما ان دانا راحت المدرسة وسيف الله يحفظه نايم، فخلوني اصور لكم طلبيتي. شوفوا واضح واضح ايش كثر طلبت. يلا خلونا نشوف الطلبية الحين، نشوف مع بعض، نفتحها مع بعض ونشوف يعني حلوة ولا مش حلوة. اول شيء وصلني، يلا نفتح نشوف شو هذا. نفتحها مع بعض ونشوف. مثل ما انتم شايفين، هذه اول طلبية عبارة عن هذه البديات الطويلة اللي تكون تحت الدرس، تحت البلوزة. فأخذت منهم 3 ألوان مثل ما انتم شايفين، الأسود والبيج والأبيض، يكونون باكج أصلا ويا بعض. فاللي حابة تطلب نفسهم تكتب لي ان مثلا انا حبيت البديات هذه، برسلها الرابط في التعليقات. ثاني شيء يلا نشوفه مع بعض. طلبت هذا الدرس، يعني حسيته حلو، مناسب للطلعات، مناسب للسفر. انزين لكن تعالوا برويكم شيء فيه حلو بعد. الدرس هذا شوفوا مبطن بالكامل، حتى الكم مبطن، يعني اللي تشتريه ما راح تشيل هم انه مكشوف او شيء، لا كامل. طلبت بعد هذه البدلة بلوزة او قميص، ما اعرف شو يسمونه، او بنطلون. قماشها حلو، انصح فيها. بعد طلبت هذا الدرس، شوفوا كيف الجمال اللي فيه. انزين التفاصيل والديتيلز اللي فيه كثير جميلة. زين وايد حبيته صراحة. والأسعار طبعا يا جماعة في هالموقع الابليكيشن لا يعلى عليها، ويجي مع حزامها. طبعا سيف ولدي مغرم بشخصية هالك والأبطال الثانيين، يعني هالك بالنسبة له العشق، فأخذت له هذا. والحلو إنه شوفوا شوفوا يجي معها ماسك. أخذت له هذه البنت تجي جمب سوت كاملة، ان شاء الله تعجبه. للحين ما شافها، نشوف ان شاء الله تعجبه، بصورها يوم يلبسها. البرنسيسه دانا اخذت لها هالفستان اللي تيجي معاه نفس هذه طوق الشعر. انزين ربطه للشعر بهالطريقه، لحظه هالطريقه ربطه الشعر. انزين ويجي معاه الاكمام، شوفوا تيجي هذه تتركب زي الكم. اثنين فصراحة رائع الفستان، يجنن. شوفوا شو لقيت عندهم بسعر كثير مخفض. أخذت هذا الشوز، وايد حبيته، حبيت التفاصيل، حبيت الارتفاع. شوفوا كثير حبيته صراحة، وخذته حوالي 180، كان 400 درهم وصار 100 180 تقريبا او 170.
فشوفوا الديتيلز. اخذت بعد هالاثنين، هذولا كثير منخفضات وكثير عمليات صراحة ومريحات. شوفوا اول مرة اخذ شيء في ترتر كذا، بس كثير مريحة في المشي. اخذتهم والبائع بعد كان وايد محترم، حط لي هدايا بعد معاهم، مشروبات واشياء غريبة يعني اشياء تركية، فكثير كثير حبيته. شوفوا الديتيلز، شوفوا كيف الديتيلز، شوفوا اللمعة وايد يجنن. شوفوا هذا بعد، وعمليين ومريحين اصلا. طبعا وما في اي وحدة تطلب من ترانديول الا وتطلب صحون. يلا نشوف، يلا نشوف اول بوكس. بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا شوفوا، مرحبا. احب هذه الديتيلز البسيطة اللي يحطونها، احبها. يلا نشوف شو تتوقعون. بسم الله تفضل فينا. بصراحة يفوزون بالتغليف، لأن الأشياء هذه تكون زجاج، فالأفضل إنهم يغلفونها بهالطريقة. بسم الله، واو، خلصنا الغلاف الأول، في غلاف ثاني. بسم الله، وش هذا؟ وش هذا اللي أنا طلبته؟ لحظة، بسم الله، خلونا نستكشف مع بعض، لأن أنا اللي طلبته شيء ثاني يعني، ما أعرف وبيكون بهالطريقة ولا لا. واي ايش جي ولا هذا ينزل. خفت والله على الفكرة، خفت على بالي هذا ما ينزل. شوفوا شوفوا، بعد ما ضبطته وعدلته شوفوا كيف شكله في الاخير، وايد راقي وحلو للضيافة في الاعياد، مكسرات، تمر، فواكه مجففة، كثير كثير راقي وحلو. في منه ذهبي وفي منه الفضي، انا اخذت الفضي. يلا نشوف الصندوق الثاني. طبعا اكيد فتحتهم من قبل بس ما رتبتهم للحين، بس لازم اصور لكم اياه. بسم الله، شوفوا شوفوا جمال هالقطع، شوفوا 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 الاطباق هذه الجميله كيف، شوفوا كيف الزجاج الراقي هذا، كثير كثير حبيته. اخذت منه 6 حبات، وطريقه تغليفهم طبعا حلوه. اخر شيء بعد، لا مش اخر شيء، قبل الاخير. شوفوا هذا بعد شيء اعجبت واغرمت فيه. شوفوا الجمال، شوفوا الصحن، شوفوا الصحنين هذولا، هم صغار يعني، انا ما بقول كبار، صغار، حلوين للسويتات يوم يكون في ضيوف جايين عندنا، كثير حلو للضيافة يعني. انا طلبت منهم 6 حبات ولسه بطلب 6 حبات ثانية على اساس يكون عندي 12 حبة. شوفوا اخر شيء الصندوق كيف كبير، شوفوا كبير 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 كبير. طلبت هذه الصينية الدائرية، كنت أتوقع صراحة حجمها أكبر، كنت أباها للفطور، صينية فطور معدن. شوفوا دائرية بس معدن يعني، هذه انتبهوا ما تتغسل كثير على أساس ما تصدي، أو إذا غسلتوها نشفوها. يكفي ان انتوا تمسكون قطعة مبلولة. شوفوا هذا اللون الابيض، هذه اشكالهم مع بعض، الابيض والاسود. الحين شوفوا المكان كيف.